رواح فوسمريست هاوس للفنون في لندن يحتضن معرضاً للصور احتفاءً بمرور 40 عاماً على تأسيس فرقة بلوندي الأمريكية. كريس شتاين عازف الجيتار والمؤسس المشارك للفرقة وضع على ذمة المعرض مجموعة مختارة من الصور التي التقطها بنفسه. عندما نكون في وسط كل أجوائه مثيرة لا نفكر فعلا في توثيق ما يجري، نحاول فقط أن نلتقط صورا جيدة في أجواء ودية. العديد من الصور المعروضة هنا معروفة واكتسبت شعبية كبيرة في الماضي، لكن هناك صور أخرى تعرض لأول مرة، أغلبها تظهر علاقة الحب التي جمعت بين شتاين ومغنية الفرقة ديبورا هاري. حسناً، كان أمراً مريحاً للغاية. أعتقد أننا فهمنا بعضنا البعض جيداً. لم يكن ذلك يشبه حصص التصوير، حيث كان علينا فهم لغة المصور الفوتوغرافي. ولكن عندما عملنا معاً وفهمنا بعضنا جيداً، كان الأمر سهلاً جداً. معرض صور كريس شتاين أنا وبلوندي ومجيء البانك يتواصل في رواق سومرست هاوس حتى 25 من يناير 2015.